صباح سعيد لكل أوفياء الإذاعة القريبة منكم دائما ميد راديو، موعد جديد وحلقة جديدة من برنامجكم صحة وسلامة، أكيد موضوع جديد. وكيف ما عودناكم كل يوم أربعاء فمواضيعنا كتكون عندها علاقة بكل ما كيهم الشعر، طبعا الأمراض الجلدية والأظافر، أكيد بحضور الدكتورة نائلة دراعو اللي هي طبيبة أخصائية في الأمراض الجلدية في الشعر والأظافر. صباح الخير دكتورة نائلة، أهلا وسهلا. صباح النور عفاف. طبعا دائما كنقول أنه كل يوم أربعاء يا سلام على الطاقة الإيجابية اللي كتجيبها ضيفتي لي في الاستوديو. شكرا لك عفاف. فكتوصلني. فاليوم إن شاء الله معاك موضوعنا غادي يكون على التقشير أو البيلينغ، فهذه فرصة باش غادي نقربوا المستمعين الكرام منه شنو هو، وقتاش الإنسان كيحتاجه، واش فيه أنواع ولا لا، شنو أنواع البشرة تحديدا اللي كتحتاج للتقشير. فهذه كل النقط إن شاء الله غادي نوقفوا عندها معاك اليوم دكتورة نائلة دراعو، طبيبة أخصائية في الأمراض الجلدية والشعر والأظافر. فغادي نبقاو لحظة مع أولى اختياراتنا الغنائية في هذا الصباح، نسمعوا ورجعوا. وعلى ميد غاديو الإذاعة القريبة منكم دائما من جديد كنرحبوا بكل أوفيائنا في حلقة اليوم من برنامجكم صحة وسلامة. كيف ما شرنا موضوعنا اليوم غادي يكون عن التقشير أو البيلينغ، وضيفتنا اليوم هي الدكتورة نائلة دراعو اللي هي طبيبة أخصائية في الأمراض الجلدية في الشعر والأظافر. فمرحبا بك معنا مرة أخرى. نقرب المستمعين أكثر من التقشير ونتكلموا على شنو هي أكثر يعني الأنواع ديال البشرة اللي كتحتاجوا. فعلا ألوغ ما يمكنش نتكلموا على طب التجميلي وما نذكروش لو بيلينغ أو التقشير الكيماوي أو لو بيلينغ شيميك، لأنه هو واحد الطريقة اللي فعالة وناجحة اللي كتخلينا نوصلوا لنتائج مزيانة ملي كيكون بيان سور كيف ما شرتي نختاروا الجلدة اللي غادي يتم فيها البيلينغ ونعرفوا اش من نوع ديال لو بيلينغ غادي نديرو. سي فري كو هاد لو موديل بيلينغ كيخلع بزاف ديال المستمعين والمستمعات، لأن كانوا تجارب سابقة يا لونطون اللي كانت كتخلع، حيت بعض الناس دوك أطباء أو مزاولين لهاد المهنة من غير الأطباء استعملوا مواد اللي كانت تسبات في حروقات وتسبات في واحد بزاف تاع المشاكل على بعض الأنواع تاع البشر. لذلك غالبا ما كان مثلا ملي كان بروبوزيو على واحد لا باسيونت ولا واحد لو باسيون هاد لو بيلينغ، أول ما كتكون أول غياكسيون أنه كيتخلع، لا البيلينغ كيقشر كيحرق، لو بيلينغ عنده عواقب من بعد تقدر تبقى الكحولية ما تحيدش. فعلا مالوغوزمون كان بزاف ديال كانوا ديزاكسيدون ناتجين على هاد البيلينغ، مي دابا الحمد لله تطورات المواد باش كنستعملوا، وبيان سور تطورات حتى المعرفه بالاشياء. اللي خصنا نعرفوا هو انه البشره المغربيه داخله، اغلب الناس المغاربه عندهم واحد البشره اللي هي برون داكنه شويه في اللون، عندنا العينين ديالنا الغالب الاحيان انهم سوداء او مارون، وعندنا الشعر ديالنا كحل. دونك هذا البروفيل كيخلي انه خصنا نستعملوا مواد اللي غتليق بينا، لان شنو هما المشاكل اللي نقدروا نتوجوا فيها؟ هي الى حرقنا الجلده تقدر تبقى طبايع كحله كتسمى لا بيغمونطاسيون بوست انفلاماتوار، يعني الكحوليه اللي من بعد التهاب بحال حرقه تاع فران بحال حرقه ديال شي برودوي، واللي كتاخذ واحد الوقت كبير، وبعض المرات كتكون الحرقه بروفوند عميقه اللي تقدر ما تعاودش يرجع اللون الطبيعي ديال الانسان. مي هذا الشيء هذا هو السبب اللي خلى بزاف الناس كيخافوا من هذه الكلمه ديال بيلينغ. الوغ لو بيلينغ كاين فيه بزاف الانواع، البيلينغ الشيميك او التقشير الكيماوي، لان كاين واحد التقشير اخر اللي كيكون تقشير ميكانيكي، باش كاين واحد لي زاباري كيتسماو لي ديرمابرازيون، وكيف ما كاين لو لازير اللي غنتكلموا عليه ان شاء الله في حلقه اخرى. الوغ التقشير الكيماوي شنو هو؟ هو انه كناخذ واحد المحلول واحد الماده وكنابليكيوها على لابو، من بعد ما كننقيو الجلده وكندير واحد لو تريتمون من قبل بحال كنوجدوا الحصه ديال البيلينغ، وكنخليو ديك لا سوليوشن او داك المحلول اللي ابليكينا على بو على حسب النوع تقريبا من 1 مينوت حتى ل 5 من دقيقه حتى ل 5 دقائق، دونك على حسب شنو بغينا نديرو بهذا التقشير الكيماوي. ومن بعد كنوتراليزيو، يعني ما كنخليوش داك التفاعل، لان كيف ما قلنا الشيمي كاين واحد لا رياكسيون واحد التفاعل ما بين هذاك المحلول وما بين الجلده ديالنا، وكنوتراليزيو يعني كنحيدو داك كنديرو فالت داك التفاعل. الوغ وهذا لو بيلينغ كيقدر يدار على شكل حصص، حصة تقريبا كل أسبوع ولا كل أسبوعين، بمعدل واحد 4 حتى 6 حصص مرة في العام.
شنو هما الاختيار ديال البشره هذيك ضروري اننا نعرفوا اشنو كنختاروا وعلاش غنديروا لو بيلينغ. لو بيلينغ يقدر من انه يعطينا ان كو ديكلا، يعني واحد الناس اللي كان عندهم بشره شاحبه لو تان ديالهم تيرن او كيف ما نقولوا زرق، دونك يعطينا واحد لو كو ديكلا كتبان جلده صحيحه حيه زوينه بون مين. من لو كو ديكلا كنمشيو به حتى اننا نقدروا نحيدوا به لي غيد او التجاعيد اللي كتكون في الوجه. دونك دار في لوكو ديكلا كيدار باش يحيد لي طاش اللي كتكون سبباتها مثلا حب الشباب، بعد لي طاش اللي ناتجين على الكلف مي كيكون واحد لو بيلينغ سبيسيال، كيقدر يحيد لنا دوك لي ريديول الرقيقين او التجاعيد الخفيفه البسيطه. كنستعملوه كذلك من بعد ما كنجيو من فصل الصيف وكنكونوا تعرضنا للشمس بزاف وبانوا الاثار ديال الشمس في البشره ديالنا، كنستعملوه عند خاصه النساء اللي كيكونوا كيستعملوا سيغاريت دونك كيحسوا بالجلده ديالهم مخنوقه ايتو. كنستعملوه كذلك باش نعالجوا او كيكون مزامن مع الادويه ضد حب الشباب، ضد مثلا لي بوان نوار الريش، ضد لي كوميدون بلون اللي كيكونوا تحت الجلده، وكذلك في بشر اللي كتكون ماتور او بواحد السن كنستعملوه باش كنحيدوا تجاعيد. بيان سور ماشي ديك التجاعيد المرسومه او ملء الفراغات، نو التجاعيد اللي كتكون سطحيه. دونك هادو هما تقريبا لي زانديكاسيون او علاش كيدار لو بيلينغ. وبيان سور كاين انواع ديال البيلينغ، ما كاينش غير نوع واحد. كاين لو بيلينغ اللي كيكون سطحي او سوبرفيسيال، كاين لو بيلينغ اللي كيكون مويه او متوسط، وكاين لو بيلينغ العميق. شنو الفرق ما بين هاد ثلاثه ديال التقشيرات؟ هما النوعيه ديال المحلول اللي غنستعملوا. غالبا في البيلينغ السطحي او سوبرفيسيال كنستعملوا واحد المواد اللي كتكون مستخلصه من حامض الفواكه او حمض الفواكه. نعم اكزاكتومون لي زاسيد دو فروي. الوغ على راسهم واحد الماده اللي كتسمى لاسيد غليكوليك، هي اللي كتستعمل اكثر بواحد التركيز مختلف تقريبا من عندنا ديال 20 ديال 30 ديال 50 جوسكا 70، وهو 70% بيان سور، وهو اكثر تركيزات بالنسبه لهذا الحمض الغليكوليك. دونك كيتم دونك هذا كيتسمى سطحي. اشنو غادي يدير ملي كنحطوه في البشره ديالنا؟ كيدير واحد التفاعل مع الطبقات السطحيه ديال الجلده الاولى، سيتادير كيف ما نعاودو نذكرو كاين ثلاثه ديال 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 لي كوش تاع لابو، ليبيديرم او الفوقاني، كاين لداخل لو ديرم، ولتحت عندنا ليبوديرم. دونك الطبقه السطحيه ديال الجلد هي اللي كيتم التفاعل مع الطبقات الفوقانيه ديالها باش كتحيد ديك لا كوش مورت كتزال. دونك كيفاش غادي تحيد؟ انه من بعد تقريبا ما نحطو داك المحلول يومين من بعد كيحس الانسان بحال واحد التقشار خفيف، واحد الحموريه بسيطه وتقشار خفيف كيكون في البشره. مي كيمكن كاريمون نديروه ونرجعوا للخدمه ديالنا، ما عندناش اشكال. دايوغ في لي زيتازوني كيتسمى لو لانش بيلينغ. علاش؟ حيت كيديروه لي فام ما بين 12 وجوج، دونك كتخرج من الخدمه مع 12 وكتمشي كديرو عاود كترجع، دونك بحيث ان نقدر نساعد لاكتيفيتي ديالي بدون اي مشاكل. الوغ دائما في التقشير السطحي كاين مواد اخرى اللي كنستعملوا، نقدروا نستعملوا حمض ساليسيليك، نقدروا نستعملوا واحد الحمض فيتيك الا بغينا نبيضوا اكثر. دونك كنستعملوا حمضيات اخرى على حسب لانديكاسيون، واش بغينا غير الكوديكلا ولا نحيدوا التجاعيد الصغيره ولا حسب البشره. الوغ لو بيلينغ اللي كيكون مويا حتى هو كيدار في المغرب، اللي ما كيدارش هو لو بيلينغ بروفون العميق نهائيا. وحيت حتى في البلدان الاخرى كيحتاج غالبيه الاحيان ان التخدير، لانه جد مؤلم. كيكون تخدير موضعي. كيكون تخدير موضعي لانه جد مؤلم. دونك ما كنستعملوش حنا في المغرب نهائيا كنظن، حتى واحد ما يقدر ياخذه لان في خطوره من بعد لابو كلها كتقشر، وخاص العنايه بلابو من بعد هذاك البيلينغ بادويه بكريمات ومرهمات موضعيه، وكتكون واحد النتيجه سي فغي هائله اللي كتبقى ديزاني، ولكن العمق ديالو هذا ما كيليقش نهائيا البشر اللي كتكون داكنه او السمراء عاديه بحال البشره المغربيه. الوغ لو بيلينغ لو مويان كنستعملوا واحد الماده اللي سميتها تي سي ا او لاسيد تريكلوراسيتيك. دونك كاين المحاليل كتبع بحال موجوده مركبه كتبع مباشره. دونك هذا الشيء دايوغ سي الطبيب اللي كيشريه، ماشي المريض اللي يمكن ليه ياخذه ويديه للدار. كيف
ما كاين واحد النوع تاع لو بيلينغ اونتر بارونتيز اللي كيتسمى لو هوم بيل او لو بيلينغ اللي كندير في الدار, التقشير اللي كندير في الدار. الوغ هنا اتونسيون, لان التقشير هو بروسيدي ميديكال اللي خص يديرو شي انسان اللي عارف وعنده تجربه, لان كيف ما تكلمنا في الاول كاين خطوره ملي ما كنختاروش نوع البشره, ملي ما كنستعملوش المحلول اللائق بلو تيب البشره كتكون خطوره من بعد, فيها ان الانسان يتحرق والحرقه تكون عميقه, فيها ان تكون واحد الكحوليه اللي ما عمرها ما تزول. دونك شخصيا ما كنصحش بهذوك لي بيلينغ اللي كيداروا في الدار بدون مراقبه, ولا شي واحد يشري ان برودوي عن طريق الانترنت ولا يستعمل واحد الحاجه جابتها واحد السيده من مدينه اخرى او بلاد واحد اخر. دونك فوالا حذاري, لان هنا كتكون خطورات على البشره ديالنا. الوغ المتوسط هو داك لاسيد تريكلوراسيتيك, حتى هو لا كونسونطراسيون او التركيز ديالو سا ديبون كيختلف ما بين تقريبا 14 جوسكا 20, بعض المرات ميم 50%. وحتى هو سي الطبيب اللي كيمكن ليه يقرر اين تركيز لاي بشره. وميم هذا المويه ما كنستعملوش حنا بزاف عند البشر اللي كتكون واخا غير سمراء شويه, لان كاين كيف ما قلنا ديك الخطوره ديال الكحوليه اللي كتجي من بعد. الوغ هاد لو بيلينغ مويه كيوصل لنا حتى الكوش الثانيه, يعني تكلمنا على ليبيديرميه الكوش الاولى, كيوصل لنا الكوش الثانيه ديال الجلد او لو ديرم سوبرفيسيال, دائما الطبقات الفوقيه ديال هذاك لو ديرم سوبرفيسيال. الوغ وبهذيك التفاعل كتحيد واحد الطبقه اللي هي ما نقياش واللي فيها هادشي اللي تكلمنا عليه, الحبوب باغ اكزومبل والتجاعيد واللي طاش لي زامبيرفيكسيون لي طاش ديال الشمس ايتو, وكتستيمولا او كتنتعش داك الطبقه لتحت اللي كتخليه انها كتفرز مواد جديده جون يعني صغيره اللي فيها خلايا فيها مواد مهمه اللي كتعطينا من بعد داك لي في اللي كيكون تقريبا من بعد اليوم السابع. الوغ لو بيلينغ مويا كيتبقى المده ديال كيكون واحد الاحمرار وواحد الاحساس بان البشره مجبده 3 ايام الاولى, وتقريبا حتى النهار الخامس عاد كتقرا كتوقع واحد التقشار. هذاك التقشار كيكون اهم من التقشار اللي شفنا الاول ديال البيلينغ السطحي. وبيان سور فاش كتكون تفسير وكيعرف ما عندوش على المريض لو باسيون او لا باسيونت اشنو غيتسناه, دونك كيكون واحد بيان سور تفاعل او كومونيكاسيون حوار مع الطبيب باش كيتهدن وكيعرف اشنو غادي يكون من بعد هذه الحصه ديال التقشير. نعم, بالنسبه دكتورنا الى دراعو للسيدات اللي كنعرفوا انهم من بعد الولاده يعني خلال الفتره ديال الحمل كيجيها الكلف, ومن بعد الولاده كتقول لك استمر فيا, انا قلت انه غادي يحيد ولكن راه بقى التقشير هنا كذلك ممكن ينفع ليها؟ بغيتي على واحد النقطه مزيانه نو. الوغ الكلف موضوع اللي فيه بزاف ديال المشاكل وفيه بزاف ديال لي شوز اللي كيخليوه بحال الهرمونات بحال الحكام بحال نقص ماده الحديد بوكو شوز. يعني لو بيلينغ كحد ذاته بهذا التقشير اللي تكلمنا عليه على الحمضيات نو غير مستحب, ما بالعكس, حيت كاين واحد لو ريسك ديال الكحوليه اللي كترجع من بعد الالتهاب. كاين مواد اخرى اللي كنستعملوا بالنسبه للناس اللي عندهم الكلف, ماشي بوتيتر كنديروا تري سوبرفيسيال بيلينغ خفيف بزاف, وزائد كنحطوا واحد الماسك عباره عن قناع اللي كيبقى تقريبا واحد 8 سوايع في البشره ديال لا بيرسون, وهذا ماشي بوحدو اللي غادي يعطي النتيجه. راه الا ما كانش تغيير في السلوك ديال الانسانه اللي فيها الكلف, سيتادير ما خصهاش تحك وجهها, ما ديرش تخليطات, ما تستعملش مواد اللي غتحرق لها البشره ديالها من الفوق, كانت كتاخد حبوب منع الحمل تجنبهم ودير طريقه اخرى باش ما تحملش. دونك هذا دونك ما غاديش يكون علاج, وهذا الموضوع ديال الكلف سنطرقوا ليه دونك طويل في اللاتاو كيبغي بوكو دو شوز. دونك سي ماشي اون بون انديكاسيون ديال لو بيلينغ, سورتو هادو اللي تكلمنا عليهم دابا. دونك نقدروا نديروا ان ماسك اونتي تاش كيبقى 8 ونزولوه بيان سور مصاحب الادويه الاخرى. الوغ لو بيلينغ ما كنجيوش وكنديروه غير كيجي الواحد داكوغ سلام عليكم سلام اجي غندير لك اليوم بيلينغ نو, كنوجدوا البشره وكنعطيو واحد المجموعه ديال النصائح قبل ما نديروا الحصه الاولى. كيفاش علاش كنوجدوا البشره؟ باش ما تحرقش لينا بزاف الوقت اللي غادي نديروا فيه البيلينغ, كنوجدوها بواحد المواد اللي كتكون حتى هي كنستعملوها في لو بيلينغ, هي مواد الحامض الجليكوليك او لاسيد جليكوليك بواحد التركيز منخفض, باش بحال كنولفوا البشره بشويه بشويه على هذيك ليكسفولياسيون او على هذاك التقشير.
بيان سور ما خصناش نديرو لو بيلينغ والبشره ديالنا مريضه، دونك لو بيلينغ ما كيدارش دونك على ناس عندهم الكزيمه في الوجه ديالهم ولا عندهم امراض بحال الصدفيه ولا عندهم شي حساسيه جلديه مفرطه نهائيا. ما خصش تكون فينا حبوبه ديال الصهد، لان كنعرفوا ان حبات الصهد او الاخباس هو مرض معدي وكيجي ملي كيكون الجسم ديالنا ضعيف او لا كنتعاداو من شخص اخر، وهذيك الحبوبه الا درنا عليها واحد تقشير ولا هذا تقدر تديه في الوجه كله وتسبب لينا في اشياء اللي ما تعالش من بعد. دونك ما كنديروهش على انسان عنده حبوبه ديال الصهد، ما كنديروهش عند المراه الحامل لان ما كنعرفوش العواقب ديال الاشياء على المراه الحامل، خاصه ان عندها هرمونات اللي تقدر تخلي هذوك الكحوليه اللي من بعد البينينغ تكون اخطر واكثر. بيان سور الناس اللي كيستعملوا بعض الادويه اللي كتقشر ولا اللي كتخلي البشره انها حساسه مع الشمس، حتى هما ما يمكنش لينا نديروا لهم لو بيلينغ في هذيك الوقيته اللي هما كيستعملوا هذه الادويه. كنصحوا النساء او الرجال اللي هما كيديروا البيلينغ باش قبل ما يديروا الحصه يتجنبوا ليبيلاسيون او ازاله الشعر، كو سا سوا بلاسيغ ولا بالخيط ولا بلو غازوار، باش ما تكونش البشره طيبه في لو مومون فين كنديروا هذا لو بيلينغ. نعم، حنا غادي نرجعوا نوصلوا دائما لقائنا معاك يا دكتوره نائله دراع، طبيبه اخصائيه في الامراض الجلديه في الشعر والاظافر، وموضوعنا اليوم عن التقشير. رقم او ارقام التواصل معنا دائما هي رهن اشاره كل الاوفياء 0522 46 52 51 او 0522 43 00 00. ما تنساوش راه كيمكن لكم كذلك تواصلوا معنا عن طريق رقم خاص برسائل الاس ام اس واللي هو 5080، كيكفي انكم تقوموا بكتابه كلمه صحة اس ا اش ا تخليو فراغ وتبعثوا بسؤال ديالكم باش ان شاء الله نجاوبوا عليه خلال الحلقه. ثم الاس ام اس هو 6 درهم مع احتساب الرسوم. فاصل ونعود نواصل. خذ راحتك مع ميديتال واستفد من نصائح صحه وسلامه. ميديتال ديما راحتك. التقشير او البيلينغ هو العمليه اللي كيتم فيها دهن محلول على البشره لمده ديال دقائق معدوده باش كيتفاعل مع البشره وكيساعد في انه كيرجع البشره لمنظر صحي، كيساعد كذلك في علاج التجاعيد اللي كتكون خفيفه، وتحديدا هي التجاعيد طبعا اللي كتكون على البشره الخاصه بالتعابير ديال الوجه بحال التجاعيد اللي كتكون حول العينين او حول الفم. كذلك فهو كيساعد او اللي كيتزامن يعني مع بعض العلاجات اللي هي خاصه بحب الشباب. وكذلك فنوع المحلول اللي كيتم استعماله في هذه العمليه ديال التقشير ودرجه التركيز ديالو هو اللي كيحدد النوعيه ديال البيلينغ، واش هو غادي يكون سطحي متوسط او عميق. والتقشير ديال البشره فقبل هذه العمليه كيتم تاهيل ديال البشره بحيث انها كتوجد او لا كتحضر لهذه العمليه بمده، وهذه العمليه كتم بمراحل. اما على موانع الاستعمال فالتقشير او البيلينغ كيتمنع استعماله على البشره اللي كتكون حساسه، خصوصا البشره اللي عندها حساسيه مفرطه، كذلك عند المرأة خلال فترة الحمل وعند النساء المرضعات كذلك، باش ما يوقعش تفاعل مع بعض الهرمونات. لذلك فكل الأخصائيين وكذلك ضيفتنا اليوم دكتورة نائلة دراعو كتنصح أنه هذه العملية كتتم على يد أخصائي ديال الأمراض الجلدية ماشي في الدار. وكانت هذه نصيحة لي على ميد غاديو الإذاعة القريبة منكم. دائما رجعنا باش نوصلوا حلقة اليوم من برنامجكم صحة وسلامة، موضوعنا دائما عن التقشير أو البيلينغ، وضيفتنا هي دكتورة نائلة دراعو اللي هي طبيبة أخصائية في الأمراض الجلدية في الشعر والأظافر. مرحبا بكل تساؤلاتكم اليوم الخاصة بموضوعنا، فأرقام درع الإشارة دائما 0522 46 52 51 أو 0522 43 00 00 إلا عن طريق رقم 5080 اللي هو رقم خاص برسائل SMS. غادي ناخذ أول مكالمة معنا بشرة على الخط من مدينة مراكش. مرحبا بك بشرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله بشرة، مرحبا. الله يبارك فيك، الله يخطيك، ميرسي بوكو ميد غاديو، منورينا في مراكش. شكرا لك، الحمد لله. عرفتي انه الزملاء ديالنا العيد ميلاد الرابع ديال ميد غاديو احتفلوا به معاكم. عيد ميلاد سعيد. يا رب ان شاء الله معاكم العمر كامل يا رب. خليك بغيت نسول الدكتور نائلة، يلا شحال المدة ما بين اونتخ لو بيلينغ و لو بيلينغ؟ ديجا درتو انا تقريبا شي عام ونص هادي. داكو. وكانت لي ريزولطا مزيان هنا في مراكش، غير مع الجو دابا سخون. شحال المدة باش نديرو؟ واش ممكن نعاودو دابا درتو عام ونص نقدر نعاودو؟ ممكن ديريه مرة في العام، سيغتو إلا كان البيلينغ السطحي، ومن الأحسن في هاد الفترة، لأن هو اللي كيدار في البرد، ما خصوش يدار في الشمس إكزاكتومون. دونك هاد الفترة اللي بدات كتبرد والشميشة قلات، وبيان سيغ نسينا نتكلموا على الوقاية من الشمس قبل وحتى في الفتره كلها ديال لو بيلينغ.
ابخي لو بيلينغ ملي نبداو جايين من الدار نديرو ضروري نديرو ان اكخون اللي يكون افيكاس واللي يكون ضد لي زو في او لي زو في بي ومشي غير بوحدو سيتادير هذا الفتره تبعتي على لو سولاي ديري شابو الا كنتي مثلا في لو جاردان ولا هذا دونك ماكسيموم باش ما تجيش هذاك الكحوليه اللي كتكون من بعد الالتهاب. لا يخطيك ميرسي بيان غير بشرى انا كان سؤالي ليك بشرى شنو اللي خلاك تعملي البيلينغ ولا التقشير يعني شنو الغرض ديالك ولا الغايه منه؟ لابو ديالي ولات ستيرن وما بقاتش ولات ساحبه وعرفتي لابو ديالنا حنا انا في مراكش وليكسبوزيسيون سولير الوغ مشيت للطبيبه قالت لي البيلينغ في الاول خفت مي ملي درته مزيان افيكاس تخي بيان ميرسي وخديت ان تريتمون من مورا عطاتني ان تريتمون اخر كنديرو للدار تخي بيان تخي تخي بيان ميرسي بور التدخل ديالك انت بينتي بانك انت مخلوعه ومن بعد لقيتي النتيجه زوينه شكرا شكرا لك بشرى تواصلتي معنا من مدينه مراكش غادي نمشي نبقاو في مدينه مراكش دائما وناخذوا غزلان على الخط مرحبا بك غزلان صباح الخير كنشكركم بزاف على هذا البرنامج وصباح النور شكرا لك غزلان وهذا حقيقة برنامج اللي استفدنا منه بزاف في النصائح يعني كاين حتى شي أمراض اللي ما عمرنا يعني عطيناهم شي أهمية كبيرة ولينا عرفنا عليهم معلومات زعما استفدنا بزاف من هذه الإذاعة كنشكركم بزاف الحمد لله شكرا لك غزلان مرحبا بارك الله فيك الله يخليك بغيت نسول الدكتورة أنا عندي 33 وكان جاني لاكني ألاج دو 28 طن مني مشيت عند لي ديرماتو كلهم كيعطوني بويسك ماري كيعطوني دايما غير تريتمون لوكال ما كيبغيش يعطيني شي حاجة مجدة ومن بعد دابا خرجوا لي دي طاش بحال الشكل ديال الكلف في الطرف ديال الحنك ديالي والحبوب ما بقاوش كيف ما كانوا بحال الاول نقصوا شي شويه يعني لو مومون ديال لي راجل او لا لو ستريس كيخرج واحد جوج ولا ثلاثه ولكني كنشوف وجهي في المرايه كنحس بان كاينين شي حبيبات تحت الجلد رقاق واللون ديال وجهي بدا كيزرق دونك انا ملي سمعت الموضوع ديالكم قلت علاش لا يقدر لي بيلين ينفعني ولا لا في هذه الحاله بغيت نسولك واحد السؤال دونك انت مجوجه عندك وليدات؟ اي عندي وليدات ودايره كواقي لمنع الحمل دايره ستيريلي على بروجيستيرول داكور الوغ شحال عندك د الوليدات؟ عندي جوج وليدات وما كتفكريش دابا في الحمل؟ لا ما كنفكرش كاع نهائيا طيب الوغ انا اللي كنبروبوزي عليك انك تمشي تعاودي استشاره طبيه ياك الا كان مازال الحبوب كيخرج وداويتيه بلا كريم بزاف د المرات ومع ذلك مازال كيخرج فيو كنتي دابا ما كتفكريش انك تولدي وديجا دايره واحد لا ميثود اللي هو لو ستيريلي علاش ما تداويش هو الاول الحبوب بواحد الطريقه جذريه باش ما يبقاش يخرج لان لو بيلينغ بوحدو هنا بالنسبه للوكا ديالك ماشي غادي يخلي الحبوب ما يخرج مازال كيخرج عندك مازال عندك 33 دونك مازال صغيره سيتادير مازال هذه الفتره ديال الحبوب عندك الكوميدون اللي كيكونوا تحت الجلده عندك حبوبات حمرين اللي كيخرجوا ملي كيتكون لي ريغل ولا لوفيولاسيون انا كنفضل لو بيلينغ غير هذاك واحد النتيجه على ليكلا غيحيد لك لي سيكاتريس اللي كاينين ديال حب الشباب مي خاصك تلقاي واحد الحل جذري للحبوب و فيو كو هذا يعني موجود حلول اخرى ماشي غير الاشياء الموضعيه يعني فيو كنت دايره اصلا لا كونتراسيبسيون ما تكونش مشكل هاد الدواء اللي غادي يحيد لك الحبوب بطريقه نهائيه غتاخذي مده تقريبا ديال 6 شهور على حسب الوزن ديالك وغتكوني تخلصتي من الحبوب بصفه نهائيه وبيان سور معاه الا كان البيلينغ غادي اميليوري داك التكستور د لابو ويرجعها بلو زيكلاتونت ويحيد منها لي طاش ديال لاكني علاش لا واخا ميرسي وبغيت نسولك دكتور على قبل هاد الزروقيه اللي ولات كطلع لي في وجهي ما عرفت لدرجه انني درت ان بيلون جينيرال باش نشوف لا تكون عندي شي حاجه ضراني ولكن ما فهمتش هادي عامين تقريبا واحد الزروقيه بيزار وي وي فو فوار ديجا انت كتاخذ دايره اللولب ديال الهرمونال دونك حتى لي زورم هذوك راه كيتسموا توجور هرمون راه الناس كيسحبوا اللولب مع الا كان هرمونال راه كناخذوا حتى لي زيفي سيكوندير ديال هذوك لي زورمون اللي تما سيتادير الشعر غادي يطيح من القدام لابو ما كتكونش بعض الحالات كتحمر بعض الحالات كتقشر بعض الحالات الحبوب كيكثر شي سيغتان فاميتو القضيه ديال الزروقيه تاع لوتا يخصك عاوتاني تشوفي مع الطبيب ديالك واش ما كتحكيش وجهك بزاف شي حوايج اللي ما كديريهم ماشي هما هادوك واش كتحيدي الشعر بشي طريقه باغ اكزومبل بحال لاسيغ اللي كتخلي البشره ديالك حساسه وكتشد اللون مع لو سولي سورتو انك في مدينه اللي فيها الشمس تقريبا على مدار العام كله دونك اي بيان سور كاينين الحمد لله دي تريتمون اللي كيعطيو داك ليكلا دو تان ومنهم حتى لو بيلينغ اللي دوينا عليه اليوم فوالا شكرا لك غيزان تواصلتي معنا من مراكش شكرا لك نمشيو ناخذوا هالمره ام حنان من مدينه اكادير مرحبا بك ام حنان علي السلام عليكم عفاف كي دايره لاباس عليك الحمد لله مرحبا بك ام حنان كيفاش كنتي بخير الحمد لله بارك الله فيك كي دايره دكتوره الله يسلمك حنان الله يبارك فيك
ايوا الحمد لله بارك الله فيكم. شكرا بزاف. شكرا لك ام حنان. شنو سؤالك؟ انا عندي بنيه بلاصه لي كوش طيب ليها بزاف، كندير ليها الدواء لي 5 ايام ولكن ما يعني ما دار ليها والو، بالعكس كيزيد من ديك الطيبه اللي حنا. هي عندها المشكل ديال الحساسيه ام حنان البنيته ديالك؟ لا ما عندها والو، لا ما عندها والو، غير كان فيها الاسهال ومن بعد الاسهال ولات حبيبات حمرين هكا في بلاصه. وشنو استعملتي لالا؟ استعملت لها واحد البوماده. من عند لافارماسي ولا غير كانت عندك ودرتيها؟ لا خديتها من عند فارماسي. ولات مزيان؟ تحسنت شويه ولا ما كانش تحسن؟ لا ما كان حتى تحسن. ايوا دوك ملي كناخذوا شي كريم وما كيكونش تحسن الفو ميو نستشروا الطبيب ديالنا في هذه الحاله، اما طبيب المتخصص في الامراض الجلديه ولا طبيب الاطفال. وغالبا الوليدات راه لي مامو كيعرفوا هذا الشيء، فاش كتكون فيهم الاسهال ولا كيكونوا كينوضوا السنينات ولا مروحين سوفون ما كيطيبوا لتحت، وكاين ادويه اللي كتكون مزيانه غير سا بو اتخ اما الطياب ناتج عن كيكونوا تما دي بوتي ميكروب، اما كيكون حساسيه لاكوش. من الحساسيه لاكوش غالبا ما كتكون الفوق ماشي في البلاصه التحتانيه. نعم. طيب موضوعنا احنا اليوم دائما عن التقشير في برنامج صحه وسلامه ضمن حلقه اليوم دائما على الاذاعه القريبه منكم ماد غاديو. راجعين باش نتواصلوا دائما مع باقي الاوفياء، غادي نبقاو لحظه مع فاصل حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه، وحديثنا دائما عن التقشير او البيلينغ بحضور ضيفنا اليوم الدكتوره نائله دراعولي، هي طبيبه اخصائيه في الامراض الجلديه الشعر والاظافر. مرحبا بكل تساؤلاتكم، ارقامنا 05 22 46 72 50 51 او 05 22 43 00 00 الا عن طريق رقم 5080. ما تنساوش راه كيكفي انكم تقوموا بكتابه كلمه صحه اس ا ش ا، تخلوا فراغ وتبعثوا السؤال ديالكم باش ان شاء الله نجاوبوا عليه خلال الحلقه. مرحبا بالتحيه ديالكم ام زياد من تماره، وان شاء الله الموضوع اللي بغيتي نتكلموا عليه فاحنا غادي نتكلموا عليه ان شاء الله رفقه ضيفتنا الدكتوره نائله دراعو في احدى الحلقات ان شاء الله في الحلقات المقبله من برنامج طبعا صحه وسلامه. وعد مني انه غادي نبرمجوا هذا الموضوع ان شاء الله. تحيه لك مره اخرى ام زياد بعثتي، وشكرا على كل كلماتك الرائعه اللي بعثتي بها الرقم 5080. معنا كذلك اسهمس الدكتوره نائله دراعو من مستمع او مستمعه يعني ما وضحش، فهو يعني كيقول عنده مشكل ديال الكلف في الجناب ديال العينين وعارف انه ناتجين على التدخين، واش التقشير ممكن يفيدو؟ الو كيف ما شرنا في الاول التدخين الكلف صعيب باش غادي نقولو غير لو بيلينغ اللي غادي ينفعو، دونك خاص تهيئ ديال الجلده بتتخ با لو بيلينغ مواد اخرى، دونك بحال بيان سور نشوفو معاه واش كيحكو وجهو واش كيحسن واش كيعمل لالكول على البشره ديالو، وكريمات غتعطي نتيجه احسن واكثر من لو بيلينغ. لو بيلينغ لي سبيسيال ديال ملي كيكون الكلف كيكون غير مع لو تريتمون، يعني الا ما كانش لو تريتمون دو فون ما كيعطيناش واحد النتيجه، حنا غير كنسرعوا به داك الريزولتا اللي بغينا، ومختلف على لي بيلينغ اللي دوينا عليهم سيتادير ماشي ما كندويوش على المتوسط العميق نو، وحتى السطحي سطحي خفيف خفيف جدا. طيب بالنسبه للبشره ديال الوجه ممكن كذلك حتى في مناطق اخرى من الجسم دكتوره نائله، شنو هي المناطق الاخرى اللي نقدروا نستعملوا فيها التقشير؟ اللي كنقدروا نستعملوا فيها التقشير هما مثلا الصدر والظهر، خاصه ملي كتكون عندنا حب شباب، دونك كاين واحد حب شباب اللي كيساعد باش اننا نحيدوا اون ديكاج فيه ساعه دوك لي بوتون ولي بوان نوار ولي بوان بلون، ملي كتكون علامه ديال التجاعيد بالنسبه سورتو للبشر اللي كليغ بزاف اللي بيضاء وعندهم علامه ديال 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 التجاعيد ناتجه على تعرض هم للشمس بزاف، وهذوك لي طاش اللي كيكونوا مارون اللي حنا كنسميهم لو لونتيغو سولير، دونك في هذه المناطق كنقدروا نديروا لو بيلينغ. نعم، كاينين بعض الناس اللي كيعانيوا من المشكل ديال داك السواد مثلا اللي كيكون في مناطق معينه من الجسم، بحال مثلا الابطين، بحال بين الفخذين، بحال الرقبه بعض المرات، هنا واش ممكن التقشير يستعملوه ولا لا؟ بحال الكلف، لا ميم شوز، يعني حيت السواد ما جا في هذه المناطق الا ولا ضروري غنلقاو اسباب، اما كنحيدوا الشعر بشي طرق اللي كتحرق لنا لابو ديالنا، اما كنستعملوا مثلا دي ديودوران او دي برودوي اللي فيهم لو بارفان اللي تا هما كيكحلوا لينا، اما كاين واحد الفخوطمون التقاء جوج مناطق اللي كتخلي ان ديك البلاصه الاحتكاك كتخلي ان ديك البلاصه تكحل. هنا ماشي لو بيلينغ هو الحل، كيف ما شرنا نقدروا نديروا دي ماسك اونتي تاش بون اونتر بارونتيز كوم ان بيلينغ خفيف، ولكن في التكلفه ديالو غادي يجي اكثر لو اننا حاربنا هاد الاشياء كلها واستعملنا كريمات اللي غتكون عندها افي بوزيتيف احسن، لان
كوم ميم لو بيلينغ سي ان بروسيدي اللي مكلف شيئا ما ماشي بزاف مي يعني ما غاديش نقدروا نديروا بمناطق كثيره بزاف مثلا الوجه وي كيجي ريزونابل في مناطق مثلا نديروا الكور كله ولا هذا غادي يتقبل اذا هي فيها الوقايه اكثر من العلاج وي حيت هادو سورتو لي تاش كاين اسباب اخرى اللي داخله ولا ما حاربناش دوك الاسباب غادي يبقاو يرجعوا دوك لي تاش ان وخاصه ان لو بيلينغ ديجا الا ما درناهش وجدنا لابو كيف ما شرنا وخسرنا التركيز المناسب لنوعيه البشره وفي بعض الحالات خلينا دي كريم باش تبقى ديك الخلايا اللي كتفرز لو بيغمون او لي ميلانوسيت تبقى مكبوحه كتقدر تجينا واحد لي تاش اللي من بعد الالتهاب دونك اما في مناطق اللي فيها اصلا دي تاش وفيها مسائل بحال اللي شرنا دونك ماشي اون بون انديكاسيون العلاج ديالها. طيب هذه فرصه باش نعرفوا المستمعين الكرام الثمن بين شحال وشحال كيتراوح. سؤال بون ما عادش سؤال شويه يعني حسب النوعيه ديال البشره حسب النوعيه وحسب التركيز وحسب حسب الطبيب وبوكو دو شوز في حيت هادشي حنا في التوسكي استيتيك ما كاينش واحد لو باغيم اللي كيحدد شحال لا سيونس ايتو دونك نقدر نقول لك تقريبا في حدود في حدود تقريبا واحد 500 درهم حتى بعض المرات 1000 درهم او 1500 درهم على حسب نعم هذه الحصه ثمن الحصه نعم غادي ناخذ حنان على الخط من مدينه الدار البيضاء. مرحبا بك حنان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. دخلك عندي سؤال للدكتوره ولا نخرج على الموضوع شويه يلا غير بسرعه مرحبا. دخلك دخلك حماتي عندها لاغوزاسي في وجهها على حسب ما قال لنا الاطباء سميتها الحبوب لاغوزاسي بغيت نعرف واش هذا الحبوب هذا فعلا ما عندوش حتى شي دواء لحد الان حيت قالوا لنا ما كيداواش والاسباب ديالو بالضبط منين تيجي حيت واحد الطبيبه قالت لنا حكه من المعده وواحد الطبيبه اخرى قالت لنا واحد العريقات تحت الجلد كنت غنعرف بالضبط السبب ديالو. واضح السؤال ديالك حنان واضح نجاوبوها نعم نمشيو ناخذوا لبنى معنا على الخط من مدينه الدار البيضاء. دائما مرحبا بك لبنى. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا اختي انت والدكتوره. شكرا لك لبنى. شوفي اختي انا كانت في واحد الضربه في جبهتي ومؤخرا درت واحد اوبيراسيون وحيدها ليا والبارح ملي مشيت بغيت نحيد الخيط لقاها ليا تعفنات وقال لي ما غنحيدش لك الخيط تيحيد التعفن ولكن كنلاحظ وجهي تنفخ ليا كامل وخاطاني عاود عطاني الدواء بقى وجهي منفوخ وانا تخلعت شويه وطلعت لك الحراره؟ لا ابدا. وجهك من فوق احمر سيتادير لا ما احمر ما والو غير انتفاخ من جهه العينين والانف. وي وامتى خديتي الانتيبيوتيك؟ خديتو ديك السيمانه ملي درت اوبيراسيون ولكن ملي قال لي غنعاود نعطيك. ولا ودابا عطاك شي انتيبيوتيك ملي شافك منتفخه بدلو؟ عطاني البارح انتيبيوتيك ودكيت واحد تري بيان. دونك غير غادي ان شاء الله من اللي غتستعملي الدواء الانتفاخ غالبا ناتج على تعفن ديال العمليه اللي درتي دونك غادي يحيد تقريبا واحد يومين من بعد ما تستعملي لونتيبيوتيك غير ما تقطعيش لونتيبيوتيك ديالك استعملي بطريقه مزيانه دونك الانتفاخ غادي يزول. مالوغوزمون ملي كيوقع بحال هادشي ديال التعفن من بعد ما كنحيدوا مثلا اون سيكاتريس وبغينا نقادوها ونرجعوها اصغر الوغ هاد التعفن كيخلي ان عاوتاني لا سيكاتريس ما تقدر تعراض تقدر ما تبقاش استيتيك كيف ما داكشي اللي بغينا دونك لان خصنا نحرصوا على ان ما يوقعش تعفن من بعد الجراحات الجميليه والان على الاقل يعني لوبنا تحرص على انه العلاج اللي لازم تاخذه يعني بيان سور دابا ملي كيكون تنتفخ في الوجه بيان سور لان الوجه غابيدمون كيتنتفخ ملي كتكون تعفنات. نعم ناخذ سميه على الخط من مدينه فاس. مرحبا بك سميه. سميه رجاء الراديو اللي حداك تطفيه ولا بعدي عليه باش نسمعوك نسمعوا السؤال ديالك وان شاء الله تلقاي ليه اجابه. مازال معنا سميه؟ كاين مشكل في التواصل مع سميه. طيب ناخذوا اخر مكالمه معنا اليوم في برنامج صحه وسلامه فشكون غناخذوا على الخط هذه المره؟ هي اخر اتصال فاحنا غناخذوا خديجه من مدينه الدار البيضاء. مرحبا بك خديجه. خديجه الو هذه سميه من فاس. هذه سميه مرحبا بك سميه. اهلا وسهلا. الله يبارك فيك. ميرسي بوك. الله يخليك. بغيت نسول دكتوره كنت ديجا سولتها انا فيا لاغوزاسي كنت اونسانت ودابا منين هذه شهر باش ولدت على حساب الرضاعه هي راه عارفه اللي هادو كيخرجوا لنا لاغوزاسي كيخرجوا غير لي زونتيبيوتيك ما عرفتش دابا على حساب الرضاعه واش يمكن لي ناخذ غير البوماد ولا شنو ناخذ وعلى حساب اللازر واش يمكن لي نديرو ولا ما نديروش اللازر ديال اش على لاغوزاسي لاغوزاسي وي داكور اذا هنا غنجاوبوا حتى حنان الوغ لاغوزاسي كنا
تطرقنا لها في واحد الحلقه غندويو عليها بعجاله. لا غوزاسي هو مشكل كيكون في العروق ديال البشره ديالنا، انه كيحمروا ما كيكونش واحد التصفيه ديال الدم في الوجه بطريقه مزيانه. الوغ فعلا كاين بعض العوامل بحال ملي كتكون المرضى المعده مريضه، ملي كيكون الانسان كياخذ الحاجه الحامضه بزاف والحاره، ملي كيتعرض للسخونيه بزاف كسواء الحمام ولا الفران، افكتيفمون ما كيبقاش غير هذاك الاحمرار كيمشي وكيجي، ولكن كيوليو حبوبات غلاظ اللي هما لا غوزاسي. ويقدر هذا الحبوب كيكون غالبا في الخدود، يقدروا في الدقن، بعض المرات حتى في العينين. سي فغي كو العلاج ديالو صعيب شويه، وكيتم خصنا نحاربوا هاد لي فاكتور كلهم اللي تكلمنا عليهم. ومن بعد ما نعالجوا بطريقه افكتيفمون فيها ديزونتيبيوتيك، ولكن فيها حتى مرهمات كيداروا بطريقه موضعيه، كتكون واحد النتيجه اللي هي اكسيلونت ايجابيه، بحال انا كنجاوب على السؤال الاول، كتكون نتيجه مزيانه. دونك ومن بعد داك الساعه ملي كيبقاو لينا غير العريقه ترقي وقين، حيت فعلا الناس اللي عندهم لاغوزاسي اون فوا كيبراو كيبانوا لنا في بلاصه سيرتو الحناك ديالهم عريقه ترقي وقين، وهذوك العريقات ملي ما كيبقاش الحبوب د لاغوزاسي كتسمى غير اون كوبخوز، كيصلح لهم لو لازير فاسكولير، يعني اللازير اللي كيحيد ديك العريقات وكيعطي واحد النتيجه مزيانه. الوغ السؤال ديال المستمعات الاخيره، نعم ما غيمكنش ليها تستعمل لي زونتيبيوتيك، غادي دير غير المواد لوكالمون وتجنب هذوك لي فاكتور اللي تكلمنا عليهم كلهم، لا شالور حتى فنيد منع الحمل، لان فنيد منع الحمل اللي كيتستعمل في الوقيته ديال الرضاعه حتى هو كيخلي لا غوزاسي كتكثر بروميرمون. الوغ دونك ومن بعد قضيه ديال لو لازير تقدر ديرو سون بروبليم على اللازير ديال العروق، سورتو حنا كنسحب اننا نديروه في ليفا، خاصه الا كانت البشره ديالها بيضاء. نعم تبارك الله عليك دكتوره هنا. الى دراعو طبيبه اخصائيه في الامراض الجلديه الشعر والاظافر، موضوعنا اليوم كان عن التقشير ولا البيلينغ. نصيحه اخيره نختموا بها لقاءنا معك. نصيحه اخيره، لو بيلينغ الا دار بطريقه مزيانه عند الناس متخصصين في هذا الميدان ما خصوش يبقى يخلع. سي فغي كو الخلعه ناتجه على بعض الحالات اللي كانت وقعات، مي دابا الحمد لله كاين بزاف ديال لي برودوي. وكنتكلموا سمحي لي دكتوره انا الا على عيادات طبيه ماشي مراكز يعني للتجميل اللي فيها ناس اللي عيادات طبيه، بزاف الناس يمكن لهم يديروا لو بيلينغ كاطباء كيف الاطباء ديال التجميل، كيف اطباء ديال الامراض الجلديه والاطباء الجراحين كذلك ديال التجميل والامراض الجلديه. دونك ثلاثه ديال الانواع الناس اللي يمكن لهم يديروا هاد الانواع ديال ماشي في الصالون او لا اه نو وماشي لو هوم بيل اللي برودوي كيتباعوا في اترافيغ الانترنيت ولا شي واحد جابهم من لي زيتازوني ولا هذا، حيت هما في لي زيتازوني عندهم هاد لو بيلينغ عندهم بزاف كيتستعمل في الدار، عندهم حتى دي لازير بورتاتيف كتحيد به لو لازير في الا لي بوال الا ميزون اي تو، مي هادشي ما كيصلحش لنوعيه البشره ديالنا، لان كيف ما كان بشره مغربيه لو بلوس سوفون انها سمراء وكتعرض للمشكل ديال الكحوليه من بعد الالتهاب اكثر من بشره فاتحه اللون، لان عندها الخصوصيه ديالها بطبيعه الحال. شكرا لك مره اخرى دكتوره نائله دراعي، الى فرصه مقبله بحول الله، نورتينا اليوم. شكرا شكرا. وصلنا لختام حلقة اليوم من برنامجكم صحة وسلامة، موعد جديد إن شاء الله غادي يجمعني مع كل الأوفياء في حلقة الغد دائما على الإذاعة القريبة منكم ميد راديو. إلى اللقاء.